ده محل يا جماعه موجود في مول سان سيفانو في اسكندريه، في سان سيفانو هيلتون، في الهيلتون. المحل بصراحه تحفه تحفه تحفه، ماركت سورس للشنط زي ما انتم شايفين. في شنط بصوا جمالها، بصوا التحفه دي، عجباني جدا 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 جدا. بصوا الشنطه، بصوا يعني بيبي. لا لا، راقيه راقيه جدا جدا جدا، تحف. ومنها طبعا الوان مختلفه. لا لا لا، تحفه تحفه تحفه، شكلها راقي جدا 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 جدا. كمان شنط مختلفة، مش عايزة اقول يعني لكل الاذواق، لان هي طبعا يعني هي اذواقها راقية جدا، مش معقولة مش هتعجب حد يعني. بص الالوان كمان مروعتها. في شنط طبعا كبيرة اهيت للشغل، الخامة بتاعتها اولا جلد طبيعي روعة، زي طبعا الاشكال يعني مش عايزة اقول لكم يعني. شوفوا شوفوا الخامة، شوفوا الرسمة، شوفوا الجمال، شوفوا الألوان. حلوة 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 جدا جدا جدا. أنا بحب الماركات اللي هي تبقى أذواقها حلوة جدا. فده طبعا يعني ايه، مول معروف، مول سان سيفانو ومول هيلتون، بيبقى فيه محلات الخلاصة يعني او الماركات. ده في اسكندرية مول سان سيفانو، المحل اسمه سورس والماركة اسمها سورس، يعني اسم المحل واخد اسم الماركة. هو المحل باسم الماركة سورس. هتلاقوا المحل في الدور الأول.
حاجه تحفه تحفه يعني. طبعا انا تعبت جدا من التصوير ولسه في يعني ما صورتش، يمكن ما يجيش لسه المحل. محل لعب حلو قوي عجبني برضه في سان ستيفانو. روعة. الحقيقة محل اللعب ده تحفة تحفة تحفة، وبزلومة تحفة. لفت نظري ان هم شبه بعض جنب بعض، بصراحة محل تحفة 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 للعب الأطفال، رائع 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 رائع. رائع. طفل العروسة الجميلة دي. عربيات بتاعت الأطفال جميلة جدا، بتاعت ولادي هم صغيرين، حلوة جدا جدا جدا. عايزة يكون في جنينة صغيرة أو مكان صغير الأولاد بيلعبوا فيه. Thank you.